Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure. هستأذنكم بس تجيبوا حاجة تشربوها أو حاجة تاكلوها لأن الفيديو هيكون شوية طويل، لكن كمان جايلكم كمان بكود خصم من شي إن، ودي المفاجأة بتاعة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم مرة تانية في قناتي قناة موني ستايل، ومعاكم منال سليمان. والنهاردة فيديو جديد مشتريات، بس المرة دي مشتريات مختلفة بتنسيقات. أنا عارفة إن الشتاء خلاص على وشك الانتهاء، لكن أنا دايما بحب أشتري في أواخر المواسم، يعني في آخر موسم الشتاء بحب أشتري حاجات الشتوي عشان أشيلها للشتاء اللي جاي، وفي نفس الوقت أكون اشتريتها بأرخص الأسعار، وتسموها بقى فتاكة فقاقة، وان شاء الله تستعملوا الكود. ولو حاجه عجبتكم هو اوريدي عامل عروض كمان على اواخر الشتاء. يلا بينا على مشتريات النهارده، يلا بينا. اول حاجه هوريها لكم وصلتني من شي ان هذا الشيء اللي انا كنت شايفاه على، طبعا هوريكم برده الصور وهسيب لكم كل الاكواد بتاعه الحاجات. اول حاجه حبيتها رغم اني كنت شايفاه على الموديل حاسه ان هو اتقل من كده، يعني حاسه ان هو جاكيت تقيل وكنت خايفه يتخني، فالناس اللي اوزانها من 75 وطالع ده هيبقى حلو عليكم قوي. في منه كذا لون، في اللون الجنزاري وفي كل اللون الاسود، لكن اكتر لون حبيته هو اللون ده. عايزه اوريكم بس الخامه عامله ازاي دلوقتي وانا لابساه، وممكن يتلبس على بنطلون شكله ايه، وطرحه شكلها ايه. وده كان اول حاجه جبتها من شيان. تاني حاجه تنفع للجو بتاعنا برضو الفتره اللي جايه دي اللي هو فتره الربيع، من الحاجات اللي حبيتها رغم اني انا بلبس اللون الزيتي كبير كتير، وهو القميص ده. هو ينفع قميص وينفع تلبسيه لوحده وتفتحيه، هتشوفوه دلوقتي. القميص ده حبيته قوي، هو شتوي بس مش شتوي اللي هو برضو تقيل. بصوا الخامة بتاعته، شايفين خامته من هنا على الكم، اوريكم بس اقرب لكم من الكم هنا، مخملي شوية مش قطيفة، ولا احنا بنسميه في اسكندرية الجوخ، مش عارفة هتعرفوها ولا لا، لكن الخامة بتاعته مش قادرة اقول لكم قد ايه جميلة. اللون بتاعه هلبس عليه تيشيرت او هشوف، بس مقاسه طلع مظبوط جدا جدا، سواء مفتوح او مقفول، يتلبس على بنطلون او جيب شورت، ممكن نبيتي ممكن اسود. وتالت حاجة معايا برضو، انا طلبت بلوفرات كتير، انا عادة بحب البلوفرات والفساتين في الشتاء مش كتير، يعني منسقة بنطلون واحد وفي نفس الوقت ممكن تروحي بيه الدوام كل يوم، لكن بتغيري البلوفر والطرحة. البلوفر ده يعني هو مش رمادي قوي، هو رمادي على مش عارفه بصراحه، انتوا قولوا لي. بصوا اللي حبيت فيه، بصوا الخامه، بصوا الشغل بتاعه عامل ازاي بجد. شي ان على قد السعر بتاعك، انا هنا بدخل زارا بدخل ريفا، الاسعار في العلالي، يعني بلوفرات ب 8 هنا ب 8 دينار او ب 6 دينار، على شي ان تلاقيها مثلا ب 16 في زارا، تلاقيها ب 18 في ريفا، فاللي هو ايه ده؟ ولسه في كمان كود خصم، لا ده انا اشتري في اخر الشتاء والبسه في اول الشتاء وابقى اشيك بنت في العالم. نشوف بعد كده بلوفر، بصراحه بعد ما جبته كان حلو قوي على الموديل، لكن لما لبسته حسيت ان هو صبياني، وانتوا برضو قولوا لي رايكم. ده الحاجه الوحيده يمكن اللي ندمت عليها، وبفكر اديه لابني يلبسه. بصوا كده تحسوا هو لونه عجبني قوي، يعني شايفين اللون الزيتي مع اللون ده، الوانه كانت حلوه قوي. بصوا وانا لابساه حاسه اولا انه قصير على بنطلون، فعايز يتلبس على يكون جيبه اكتر، يتلبس على جيبه، ممكن جيبه جينز مثلا او جيبه سودا، لكن مش عارفه حسيت انه في الاخر كده صبياني، رغم ان كان على الموديل يمكن عشان هي ارفع مني مش عارفه، كان عاطي كده زي كان عاطي شكل اوفر سايز، بس ما طلعتش اوفر سايز رغم ان الصوف بتاعه مش قادره اقول لكم الصوف بتاعه عامل ازاي. عارفين الصوف المهير بتاع زمان اللي بنقول عليه صوف مهير، ومش اي حد بيبقى غالي جدا زي جاب. بصراحه شي ان غلب الناس دي كلها باسعاره وبخاماته، فده اللي بصراحه اكتر حاجه ندمت عليها وحسيت ان هو صبياني. من الحاجات اللي حبيتها قوي لاني انا مش بحب الحاجات الثقيله، يعني حتى لو في عز التلج مش بحب البس كتير قوي، يعني في بنات تقول لك انا بتلج جسمي مش قادره، وتبص تلاقيها لابسه 20 دور فوق بعض،
لا انا بحب السقعه، بحب احس ان في برد، بحس ان جسمي داخل له هواء بارد، بحس بالانتعاش. فحبيت قوي لون وموديل البلوفر ده، بصوا حبيته قوي قوي قوي. شايفين الرسمه بتاعته؟ شايفين رسمه الكم؟ شايفين؟ انا بقرب لكم علشان بعد كده هتشوفوني وانا لابساه. ده برضو يمشي على اسود، يمشي على كحلي، يمشي على رمادي، على بنطلون رمادي، يتحط بعد كده عليه جاكيت. حبيته قوي قوي. دي بنات شئن، انتوا هتلاقوني حاطه كود الخصم فوق هنا وانا بتكلم، وهحط لكم كمان في صندوق الوصف، وهحطه لكم بقى كتير على الانستجرام. بلوفر تاني، البلوفر ده اللون ده بموت فيه، بموت فيه. هافون، يمكن هافون فاتح لون المستر ده، برضو من البلوفرات اللي مش تقيله قوي، اولا طويل. عجبتني قوي حركه الكم بتاعته، عجبني قوي حركه الكم بصراحه. واللي هو الصوف المفتوح ده، تحس انه بصوا الرسمه، بصوا الرسومات عامله ازاي، الكم شايفين؟ شايفيني بقى، شايفيني على وانا لابساه كده، ويعني حاسه انه ماسك سيكه عليا، عايز نتخسله شويه. عادة اخر الشتاء الواحد بيحس، مش بيحس، هو بيزيد الوزن. حبيت البلوفر ده قوي، حبيت لونه، من الالوان اللي مش معتاده. عادة الشتاء دايما عايز كحلي رماد. تختاري لون على اورنج كده او على هافان، اللون الهافان عجبني قوي. وعلى فكره هما كاتبين على البلوفرات دي ان هي فساتين لانها قصيره تمشي مع البوت، بس احنا كمحجبات، لكن اللهم اهدينا الى انفسنا يعني ان احنا ما نفكرش كده ابدا. فبصوا هو شايفين شكله ده بقى رائع، برده رمادي. لو لاحظت انه ده رمادي، بصوا ده ايه يا جماعه الخامات دي، ايه الخامات دي؟ شيئين بجد تفوقتي. الحاجات دي والله انا شايفه زيه في زارة، يشبه له بس ابيض في اسود، مش رمادي في اسود. حموت عليه، عايزه اقول لكم حموت عليه. نزل في التخفيضات ب 12 دينار او ب 11 دينار. طب انت سعرك 16 او 14، نزل 11 3 دينار. لا هستنى، لو ما نزلش عن كده مش هاخده. ده يمكن 8 9. المقاس انا نسيت اقول لكم المقاسات، لا لارج. معظم البلوفرات الطويله اللي هم بيقولوا عليها فساتين، حتى بيقولوا عليها دريس، كلها جايباها لارج. لارج، كان نفسي اجيب ميديوم بس لارج. في البلوفر بقى اللون اللي برضو مش معتاد ان الناس تلبسه في الشتاء، اللي اسمه مينت، جرين مينت، اكوا، مش عارفه، بس انا بحب اللون. وده اوفر سايز زي ما انتم شايفين اهو، بصوا شكل البلوفر. وبحبها قوي قوي، انا مش هاي كول، اللي هي بنسميها الكولا العاليه يعني، ولا منها هاي كول تضايق، بس اللي هي كده تقدري تدخلي فيها الطرحه وتبقي شكلك شيك. واللون يا بنات يليق بقى على بنطلون كحلي، بنطلون اسود. وبعدين عيد جوازي، مش هقول لكم الكام، بجيب لازم حاجه جديده البسها في البيت. فحبيت البيجامه دي قوي، وكنت خايفه قوي ما تطلعش مقاسي. هي ضيقه شويه بس مش مشكله، انا قاعده في البيت، مش ضيقه، هي انثويه، بيجامه انثويه. بصوا جمالها، ومش قادره اقول لكم الخامه يا بنات، ايه الحلاوه دي؟ بصوا ايه الجمال ده، بصوا الحلاوه. عايزين العرايس كلها اللي بتجهز نفسها تخش على شي ان، سواء انت في مصر او في الامارات او في اي دوله، الكود هيشتغل مع كل الدول. عايزاكم تخشوا تشوفوا حاجات العرايس، اللانجري، البيجامات، مش بس البلوفرات. طبعا كله هيقول لي طب ما كنت جبتي لانجري ومش عارفه ايه، مش عارفه، بحس اللانجري مكانه محدود، هتلبسيه في حته محدوده قوي، فهماني؟ اللي هو في اطار الغرفه. البيجامه هتتدلعي بيها بقى وانت رايحه وانت جايه، وبعدين بكم وبنطلون قدام ولادك براحتك. هاتي حاجات شيك في البيت، تكون مغريه وفي نفس الوقت تقدري تلبسيها قدام الولاد، فاهمين؟ ده الذكاء بقى. اللانجري والارواب ماشي، بس اللانجري لو انت عندك صبيان زي ولادي كده، هتتحرجي مثلا انك تلبسي لانجري اللي هو القصير بيبي دول، حاجات زي ما قلت لكم وقتها محدود، والحركه جوه غرفه محدوده. تبقي لابسه بيجامه سكسي وتتحركي بيها بقى براحتك بكم وبنطلون. بعدين الترندي بقى اللي طالع قوي اللي هو الكارديجان، بصراحه ما عنديش خالص غير واحد ازرق، مش عارفه اوفق عليه حاجه، فقلت اجيبه. ده خامته يعني
هو خامته شويه خذلتني. مش السوق يعني، انا جايبه جاكيت هوريه لكم خامته احلى منه، لكن على قد فلوسه حلو مش وحش. ده الكارديجان شايفين، جبته ساده مع انه الترند دلوقتي الكاروهات، لكن الكاروهات للاوزان اللي فوق ال 75 بتتخن بتعرض، فخلي بالكم. بصوا بقى، بصوا 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 ختاموها مسك. اكتر حاجتين حبيتهم قوي قوي وهو الفستان ده. بصوا بقى الفستان إليجان إليجان، وتاكلي كرواسون وتعيشي عيشه فاني. بصوا بقى الفستان، وبصوا بقى الانوثه، بصوا بقى الانوثه، بصوا الجمال ده. تاني فستان شتوي يبقى عندي، انا جايبه واحد تاني من ريفا، والكولا والشكل والاناقه والخامه، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. طيب بصوا الرسمه بتاعه الفستان، بصوا الخامه، بصوا بقى. وانا يعني هسيبكم تستمتعوا شويه بمنظر الفستان، قولوا لي حبيتوه ولا لا، وهلبسه لكم بالحزام. شوفوا كده بالحزام، وهلبسه بدون حزام، شوفوا بدون حزام، وقولوا لي حبيته ايه اكتر، بالحزام ولا من غير الحزام. واخر حاجه وختامها مسك، الجاكيت الرمادي ده، خدته لارج برضو. انا فكرت ان هو اكس لارج لان لقيته واسع عليا، دلوقتي حسيت ان هو لارج، قريت عليه اهو لارج. تخيلوا، بصوا جمال الجاكيت، بصوا الكم، بصوا التفاصيل، التفاصيل قد ايه رؤية يعني قيمه، التفاصيل فيها قيمه، فيها شياكه، فيها كشخه زي ما بيقولوا. عجبني قوي الجاكيت بصراحه، بصوا جماله شايفين. واخر حاجه كنت طالبه منه الحزام ده، هو استيك عشان ياخد الوسط زي ما انت عايزه. حبيته وحبيت التوكه بتاعته اللي لبستها على الفستان، استيك يا بلاستيك. حبيت الحزام قوي، قيم شيك. انا مش بحب الحزمة قوي على فكره، بحس انه ممكن يبين البطن، يبين الجناب زي ما قلت لكم، ببقى حذره قوي ان انا ما بانش مليانه، ودايما اختار الحاجه اللي هي وفي نفس الوقت البس الحاجه اللي ما تكبرنيش ما تعجزنيش. يعني في بنات صغيره مثلا في الثلاثينات وتقول لك لا 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 ما البسش احمر، لا لا ما البسش، لا البس اكوا، او البس اللي هو الجرين مينت ده، لا لا لا، او البيبي بلو، لا 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 لا، انا البس كحلي نبيتي. ليه وانت لسه في الثلاثينات؟ البسي الالوان، على فكره الالوان مش حرام، الالوان بتبين الانوثه، بتبين جمالك، بتبين انك فريش. حبي الحياه وحبي الالوان وعيشي فيها، لان هيجي عليكي وقت يمكن تلبسي، يجي عليكي وقت ما تعرفيش تلبسي غير الالوان الغامقه. يا رب تكون فيديو شي ان عجبكم، تنسيقاتي ومشترياتي، ودي كانت اكبر مشتريات اخدتها او اشتريتها من 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 شي ان. وكمان عطوني كود خصم، شكرا شي ان على كود الخصم لكل متابعيني 15%. الحاجه الثانيه انك لو اشتريتي هنا في الكويت ب 25 دينار الشيبنج بيبقى فري، فانت حاولي تجمعي انت واصحابك في الشغل، انت وقرايبك، انت واي حد، بحيث انكم تجمعوا 25 دينار هيجي لك الشيب فري فري، صدقوني فري. يا رب يكون فيديو النهارده عجبك والتنسيقات عجبتكم، بحبك قوي. بس اتمنى لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وتكتبي لي ايه اكتر حاجه حبيتيها في كل الحاجات اللي اشتريتها دي، وايه اكتر الالوان اللي بتحبيها انت واللي حبيتيها في الفيديو. وكمان تروحي على سوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، بحبك قوي. وفي اخر الفيديو كمان شيريه لكل اصحابك، بحبك قوي واشوفك على خير. باي باي.